أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو لواذا ورقة صباحنما أعلن سيدة ميديا يوه صباحنما جمعة خطبة حساسية ينوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية أفايانك أضياء شبيلوين تهوية وأفك فرطي اسلامركة سينا قرال عجيب أهكوكر باشي نقر قبياشا دوهاني محمد عبد الله فرماجو فهد ياسين حاج الداهر كلان جسم الريحان جاسين فري إيه كوحدة في الله صوماليا وحسوق بان اوغيستي ومدة صوماليا تسلمر كاسين الشيغي إن أنمر نبلع في الدون إن داد كاسي لون باهن يهي إن محكمة لسو ولا سارو وحا اويل الدلال كي قرشيسنا قرح يدي قرشيسنا كوسيقي قرشيسنا دعي قرشيسنا برك عنتي قرشيسنا جرد الذي إيا حبسيقي قرشيسنا اي اوغيستين ومدة صوماليات قبوت فالذي إيا إلهان ذي قرشيسنا دولميقي إيا جهورير كي قرشيسنا قبيالة دي نعيبك كدسنا دي قرشيسنا إيا كو آرسيقي قرشيسنا اي اوود دولد نمدا اي كسو آرسرين دقر قبياشا كلا إنا فرماجو دلاغا قسل فهد ياسين عبد الله آدم كولان جيس مريحان إيا ياسين فري إنتاس أو دولمي أه أو وضا قرشيسان إنتا ليسك هلمامو دلاغا قسل فهد ياسين كاليقي تاليا محمد عبد الله فرماجو قعن كوديقل عبد الله آدم كولان جيس مريحان إيا دقال قبا ياسين فري مكو هلمامي كرنا قرال الله سو ديجي براها بلشدا إنتا الله سو قاتي شالاي إيا دول ليسو إكيسين أيون النبادات حلبان إيا حسانات بينات كاليسكو دفاع أيون مكو النباد غاليان كوي جيستي حسوقا باسن اي آني وحبا او آبا يلين امد صوماليات ايو يري افاين كاسي جواب تا ايا اركتدا كو سابسن وحي مدن يهين دنبيل ايا شكر كو حسن ايا كو وكالي او بدن دنبيادان اللقالي ميان استهل ما مينا جواب تا ايا كهدل كيدا ووحان او دين ايا شعبك صوماليات اي شرفت بدن ستو ايا ست ايربنا اولا سعود دنبيادي اي جلين دنبيل ايا شن حريست دارن اي آنكور كو سو حسي ايو يري قرال كا افاين كاسي سيكاستواها أهاتي ديلاغا قسلا إيا دوهاني محمد عبدالله فرماجو إيا رقالا شقيا حسوق بان أي أوغيستين ومدة صوماليات إمن كوحا أي كدو مالي سنيان حلبان أيان صون نخضي حسانات أيان لاي هاي لاي مقابن كرو لكن وحا هوبال أهي مرهدي مدحوين عصوبية دولد عصوب أي تمادو إن قفكستا حتى هدي وحلبان يحي إن لسو محكمة دين دونو أما ومحكمة عالمي أهدل كدبت ديسا لغو حكومي دونو دينا عكرا مدحوينها دولاد قبليت كجوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أو شير قدومي يكولنك قولها وسيرها دا أيا وحا اللوغا هدلي دورشغا قولها شعبك مدحوينها أيا قولها واربحينك سيي دورشويك كسعود قود أهان دالك إيو سيقار أجوبلان إساقو شيغي إناي سعودان دذالو كالدوان أوكو آدان سيدي لو صورد ميستري لها كوراستا كردمان إيه ديغان دورشادة تهي جوبلان وحا تضواد كاني عركاسكو سي شريرتي حيساد دا كوراستا تالاقر بهاري أيضا أو مامولك ديگمداسي إيه هوستاقا في الله صوماليا أي ديدين إناي هالكاسي تغان قدقي أو روبلة وحيل ساري قيمين تحالا داقر بهاري مسؤولين تاوغو سرعيسا مامول كدقم دا قرباهاري اي حرون تا قبل كدو او اسنين تيشير جرائي دا قبطي ايا شركة دا ديارة دا اوغو ديگي اي نيسو قادان قد ديگاسي او اي شيغين ان او يهي قد ديلاغو ديساي شرع درو حسي اي شي احمد مدوبي ايا شركي قلاها وسير دا اوغو موجيي رجو وناكسان لاغو سو دا ميستري دونو كراستا كد ديمان مامول كاسي او قيب كاد تهي لحي توانك كرسي اتال لغر بهاري مدح لسر ايجو بلان ايا هوري او شاكتاي انك دولاد قوبلت احان اي ديار او يهين ان اي وريجيان معلومات كالحرير دورشد غر بهاري سي لوغو قدبو عقابدا هور تاغن دورشد لحي توانك كرسي دين عيادة سامين تاكول اه قوبل كجدو اي ديغان احان جو بلان كون متلا اي شاكين ان اي ديار او يهين كقيب قل كده ذالده او ودو قدقه وكيل كاها وزير كوباد اي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي سيدا او شاقي مدحوين كوحيقين كوباد اي جبلان محمود سيد آدم سيكستوى مامولك جبلان اي احمد مدوبي ايا حلقان التناسل بضان كموجين ايا سيدي دورة شرع او قبسو ملهيد قرباهاري ايقا او رجيقي ان لكالا ساري دونو اسخب قبسيقا سياسة ديد ايا دورة شدا حالكا كوحدو فرماجو اي ربطو ان اي سبوحدا اولا وريكتو مامولكا كراس تاسي اي حالكاسي تالا دوهاني محمد عبدالله فرماجو ايا لاتليا شيسا ايا ولي كدقن كراس تاسي دينا عكال رئيس الوزارة صوماليا مدنا محمد حسين روبلي ايا وكولان لايه شيسا فيركا دولادو مريكان كاي صوماليا وفديا حلي اي هير قبا قبا اهما رئيسة دورشادة حلي بانا دا قلا شعبكا لبدا مسؤول ايا كولان كودا اوغو ودا حدلي ارمها دورشو يكا دالكا غار اهان مدى قلا شعبكا ايو مهي مدى اي لا دهي ان لا ددجيو ما داما مدى كورنين تيلو سمي يجد ولكي هوري او دمار هبو روبلا اي سفيركا ايا اسلا سوقا دي سيدا اي لغم مارمان او تهي
إن دورة شرح اللي بانا دا قولها شعب كا كسو إدلا توحي لغي آي هوري اوغوهي شيين مدح دا قولها ودتشيغا قرنكا إيشان إيطوان كمارسو رئيس الوزارة ياسو دووهي حول لغي آي كسو عطا دورة شدا إيادو إلا آي حدلا دورتي سيديتن برسنتي اللي بانا دا قولها شعب كا إساغا أوتنان كا كالي شيغي إن آن لأقبالي كارين ديب أدعا كالي أو دورة شدا كو يمادا وقدم بنتي رئيس الوزارة روبلا أياك عود صدي مدح وين ياشا دولة قبل يديد إني دورة شادة سو قبقبيان وقدم بنشان يتمن كمارسو سبي هوري لوغو هشيي سفارة مريكان كأيا قرال أي سو سارتي كدب كولان كوحي تري وحان كو قناعسان نهي هقان كرئيس الوزارة روبلا إيه هنان كدورة شادة وحان أغو باقينا أحمد مدوبة داني قود لابي لفتا قرين إيو قرقور إني هنان كسو أفجران كهرشان يتمن كمارسو سي أي شعب كسو ماليات أي أهلان متلات دبهي وحان ولي سي قطة دير اوغا ولا عسان نهي ان ديب او داعيو كالس سي داوي عدونان ديب او سو نولان شاها سوماليا دولة دا مريكان كا ايا كامي دا صاحبة دا سوماليا اي سي دا قار كا اهي ايش اوغو حايا حبساني او سعاد كا دورة شادا اساقا او نور جير كو قو ديي تلابو ين عروس هل كا او كال هوري كو دواقي حيرادو فيسها اه او كدن اه شخصيات كا حدا حلال كا حايا ايو كوا هوري اوغا سو قبتي سوماليا fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah mooshin culus oo laga diyaariyay Saciid Cabdullaahi Dani laguna qasbayo inuu is casilo waxa soconaya warar sheegaya in mooshin xoogan laga keenay Saciid Cabdullaahi Dani isla markaasina la doonayo inuu xilka baneeyo mooshinka ayaa iminka miiska saaran calansida media ayaa heshay macluumaad kooban oo ku aadan in 17 xilliban oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ay diyaariyeen warqad looga dalbanayo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu furo kal fadhi aan caadi ahayn tani ayaa saacado ka hor laga war helay isla markaasina mooshin ayaa miiska saaran oo ka dhan ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Filla Soomaaliya ayaa gadaalka riixaysa ujeedka xilibanada ay kal fadhigan u dalbanayaan ayaa ah in ay soo gudbiyaan mooshin ay saxiixeen 25 xiliban oo looga codsan doono in madaxweyne Dani is casilo ka hor inta uusan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay musharax u taagan xilkaasi qorshahan xilibanada waxaa ka dambeeya sida aan xogta ku helnay siyaasiyiin iyo urur reer Puntland ah taasi oo ay gadaal ka riixayso Filla Soomaaliya isla markaasina cadaalis iyo meel cidla ahay in la soo taago la doonayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dib ugu laabtay garowe ayaa bilaabay kulamo gaar-gaar ah oo arintani ku wajahayo maadaama markii hore uu fududeystay arrinkani balse xaaladu ay sii cakirmatay bilo ka hor ayaa la ogaaday in Dani uu doonayo inuu xilka madaxtinimada Soomaaliya isku soo taago si uu u hor istaago dib u doorashada dhawaane Farmaajo hase ahaatee waxaa muuqanaysa in jawiga uu ka bedelmay sidii uu rabay oo mawjad cusub ayaa isaga lagu furay xilkiisana lagu qasbayo in uu ka dago ka hor inta uusan isa sharaxin lama saadaalin karo go'aanka uu qaadan doono Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee xilibanada ka soo baxay Puntland ee labada aqal ayaa waxaa gacanta ku haya Dani oo codka meesha uu rabo kaliya geyn doono doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Saciid Dani waa loo yaabaa ka hor inta uusan isa soo sharaxin dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.